بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول. اليوم رسمنا هو شلون نرسم المساقط الثلاثة بهذا الشكل المجسم. هذا الشكل المجسم رسمناه بالدرس السابق، رسمناه كشكل مجسم. اليوم نريد نرسم المساقط الثلاثة له. طلبت من عندكم أن يكون أن ترسموني كواجب، ترسمولي المساقط بورقة، ترسمولياها بورقة باستخدام الورقة والقلم فقط. تتخيل كل مسقط ترسم هذا الخطوط هذه اللي مثل الزائد، وتحط لي هنا المسقط الأمامي وهنا المسقط الجانبي، وتخلي هنا المسقط الأفقي. إحنا لما نريد نرسم أي مساقط لأي شكل مجسم، قبل أن ننفذها لازم نتخيلها، لازم نتصور انه شلون راح تظهر عندنا هذه المساقط. فاللي طلبته انه ترسموها بدون استخدام حاسبة، بدون استخدام ادوات هندسية، فقط حتى يصير عندكم طريقة بالتفكير انه شلون تنفذون المسقط. طلبته منكم اكثر من مرة من كنا بالمحاضرة، بعض الشعب اللي كانت حاضرة في المساقط، بعض الطلاب اللي كانوا حاضرين، انه ينفذ المساقط قبل لا نبدي نرسمها على الحاسبة. طلبت منكم 5 دقائق اذا تتذكرون انه شلون نرسم المساقط الثلاثة، ونفذوا اكثر الطلاب وتناقشنا عليه، وبعدين وراها نفذناه بالصبورة، وبعدين نفذناه بالحاسبة. هسه اليوم راح انفذه قدامكم. ممكن يكون اكو بعض الطلاب فكرة المساقط بعدها ما وصلتهم، مع العلم انا انطيتكم رسم سابق ابسط من هذا انه شلون ترسم المساقط الثلاثة. بس الظاهر انتم ما جاي ترجعون الى المحاضرات السابقة. نبدي هسه نرسم المساقط الثلاثة لهذا الشكل. هذا الشكل اللي امامكم، حتى ارسم الفرونت فيو، الفرونت فيو، فرونت فيو هو معناه المسقط الأمامي. تشوفون اتجاه السهم، هذا اتجاه السهم هو اتجاه نظرك إلى الشكل، كأنما أنت واقف بهذا المكان وتنظر على الشكل المجسم. شنو الشيء اللي بهذا الاتجاه فقط أنت جاي تشوفه؟ هذا الشكل اللي جاي تشوفه راح تشيله وتحطه هنا، هذا موقعه، هذا مكانه، هذه المنطقة هي منطقة الفرونت فيو. راح نبدي نريد نرسمه. أول شيء نفكر إيش قد العرض مالته. العرض 90 من هذه النقطة، هذه النقطة وين السهم، هي نقطة بدايتنا اللي راح تكون هنا. كأنما جبنا الشكل خليناه هنا، قعدناه بهذا المكان، هذه نقطة البداية، نقطة بداية المسقط هي نفسها هذه النقطة. نروح على اللاين، ونرسم من هذه النقطة بهذا الاتجاه. إذا أريد نرسم هو كله 90، مثل ما تتذكرون كانت الحفرة مقدارها 20، فالتسعين ناقص 20 كانت 70، 70 نقسم على 2 35. إذا هذا الخط اللي راح أرسمه هنا طوله 35، أكتب 35 ودوس إنتر، الرسم الخط. وصلت هسه إلى الخط اللي يخص الحفرة، هذا المكان، هذا إيش قد ارتفاعه؟ ارتفاعه 10، فإذا أوجه الماوس بشكل عمودي وأكتب 10 وإنتر. عرض الحفرة 20، أكتب 20 وأوجه الماوس أفقياً وأدوس إنتر. إلى الأسفل أيضا أنزل 10 إنتر، وأكمل بهذا الاتجاه الأفقي 35 إنتر. تلاحظون بالمساقط بعد ماكو زاوية 30. من رسمنا بالمجسم كنا نحتاج إلى زاوية 30، نحتاج زاوية 30 ومضاعفاتها. ليش؟ لأن إحنا فارين الشكل، يعني أنا مقعدة الشكل المجسم فارته بزاوية 30، هنا لا، بالمسقط
كأنما راح أخليه أمامي مباشرة بدون زاوية، ماكو زاوية دوران له، فلهذا كل الخطوط راح ترجع يا أما عمودية يا أما أفقية. إيش قد الارتفاع؟ ارتفاع 20 بهاي النقطة هسه، 20 انتر. هسه عيد أجي أرسم هذا الخط، هذا الخط احنا التعامل ويا الابعاد نفس التعامل ويا من رسمنا شكل المجسم. هذا الخط ايش قد كان قياسه من رسمنا شكل المجسم؟ كان كله 90، نقصنا الفراغ مال الدائره الكبيره اللي هو ايش قد قطرها كان 40، ف90 ناقص 40 50. 50 بما انه الشكل متناظر راح يكون 50 تقسيم 2 يعني 25 ب 25، فراح اكتب هالاتجاه 25 انتر. ايش قد راح اصعد هنا؟ راح اصعد بمقدار الخط العمودي هذا اللي هو كله من اسفل الشكل، من اسفل الشكل الى الاعلى هو ايش قد؟ هو 56. النقص من العشرين راح يكون 36، فهذا الارتفاع هو 36. أحاول شوي أقرب لكم إياه حتى يكون أوضح. 36 هذا الخط هنا اللي إحنا بعدنا في مركز الدائرة، ما جاي نرسم يعني خط وهمي، خلينا نقول راح نرسمه، بس إحنا نريد نعرف هو مكان أو مراكز الدائرة. إيش قد هذا الفراغ هذا من هنا؟ هو نفس قطر الدائرة الكبيرة، قلنا الدائرة الكبيرة ايش قد؟ 40. إذا أرسم 40 انتر حتى أرجع أرسم بهالاتجاه 36. بعدين أرجع بهالاتجاه، المفروض أوصل للخط الأحمر وأوكي، أو أكتب القياس اللي هو ايش قد قياسه هنا؟ قياسه 25، يعني قلنا متناظر من ديش الجهة كان 25، من هاي الجهة راح يكون أيضا 25، وأنزل إلى الأسفل إلى هاي النقطة اللي هي ارتفاعها 20. لهنا إحنا ما مكملين رسم بعدنا، رسمنا الجزء اللي دا نشوفه اللي هو هذا وهذا، بينا الحفرة أكو هنا، وصلنا لهنا. هسه لازم أرسم هاي الدائرة وهذه نصف الدائرة. ليش قلت الدائرة ونصف دائرة؟ أرجع وأقول أصل الشكل هو دائري، أصل الشكل هو دائري وليس بيضوي، لكن من رسمناه كشكل مجسم كان مفرور بزاوية 30 فيظهر وكأنما بيضوي. أما لما أجي أرسمه مباشرة أمامي لازم أرجع أرسمه دائري. نجي على الدائرة الصغيرة، الدائرة الصغيرة القطر مالتها 20 يعني نصف قطرها 10، فأروح على إعاز الدائرة، هذا إعاز الدائرة، أوقف بمنتصف لأن هي الدائرة مكانها بالمنتصف، بالمنتصف أحط المركز، أنقر بالماوس نقرة وحدة اللي هو يمثل المركز. راح يطلب مني في الأوتوكاد إنه جد نصف القطر، نصف القطر 10، الرسمة في الدائرة الصغيرة. أرجع على إعاز الدائرة مرة أخرى وبنفس المركز، أعين نفس المركز هنا اللي هو بالمنتصف، بعدين راح يطلب نصف القطر، نصف القطر ايش قد راح يكون؟ بما انه مكتوب هو بالرسم R 20، R R مثل ما قلنا هي نصف القطر، اذا نصف القطر هو 20 انتر. زين انا بهالشكل دا اشوفها؟ لا ما دا اشوفها بهالشكل، اكو جزء من هاي الدائره ما اريده، شلون اقطعه؟ اروح على اعاز للترم، أروح للترم، هذا ترم، أنقر عليه، ما أخذ الإعاز، أرجع مرة اللوخ، ترم، أدوس إنتر، وأمسح الجزء اللي ما أريده، اللي هو هذا. لهنا شكل المسقط الأمامي رسم شكل متكامل. أقدر أخلي همين خط عمودي اللي هو حتى يمثل لي شنو هذا الخط؟ السنتر لاين، خطوط المركز للدوائر. شلون أغير نوع الخط؟ متعلمين طيبكم يا بمحاضرة سابقة
انه اروح على نوع الخط واختار السنتر. هنا انا محملتهم، حمل السنتر لاين، نوعين من السنتر لاين. طريقة التحميل اروح للأذر حتى لا تنسوها، اقول لود، وانواع كثيرة من الخطوط عندي، اختار هذا مثلا كنوع، احمله اقول له اوكي، وارجع اقول اوكي، تحملت عندي انواع من الخطوط. انا اللي اريد هنا اريد انه هذا الشكل، هذا الخط ويا هذا الخط يرسم بطريقة السنتر لاين. موجود السنتر، متحمل السنتر عندي، استخدم هذا السنتر مثلا وادوس انتر، صار تحول الى خط سنتر لاين. شكل المسقط الامامي اصبح جاهز عندي. حتى ارسم المسقط الافقي توب فيو، اتخيل هذا السهم هو نظر الانسان، انه انا دا انظر بهالاتجاه، شنو الجزء اللي جاي اشوفه؟ انا جاي اشوف هذا القطعه المستطيله، وجاي اشوف هذا المنحني، وجاي اشوف هاي القطعه المستطيله الاخرى. مثل ما علمتكم اكو فد قاعده ثابته انه التوب فيو العرض مالته هو نفس عرض منه الفرونت فيو، يعني ايش قد هذا عرضه كان 90 لازم الجوهر يكون 90. ومثل ما قلت لكم الجانبي يكون ارتفاعه نفس ارتفاع الامامي. من تشوف اكو خطا معناه يعني ما متساويه القياسات، معناه اكو خطا بالرسم مالتك. نجي هسه نحاول ننزل مساقط، اختار نوع مسقط، تذكرون من قلنا انه نختار هذا النوع المنقط الخفيف حتى يدلني على المساقط مالتي، واختار بلون احمر حتى اميزه عن الرسم اللي خصني. مباوع احنا عندنا هنا اول نقطة، هاي نقطة البداية للشكل، هي هاي نقطة البداية اللي هنا. النقطة اللي بعدها هي هذا التقاطع، هاي النقطة نقطة الانتقاء، اروح لللاين، من هاي النقطة انزل مسقط، لا على التعيين طوله بس حتى اندل، وادوس انتر. بعد شو عندي؟ عندي حافة الدائرة ويا حافة الحفرة متشابهة الحافة، هذه أروح لللاين ويا هذه نفسها إلى الأسفل، ليش؟ لأن اثنينهم لهم نفس القياس اللي هو 20. نزلت هذا المسقط، أرجع مرتلخ، أروح على اللاين، أختار الحد الثاني من الدائرة والحد الثاني من الحفرة المربعة، وأرسم أيضا خط. هذه كلها خطوط خفيفة بسيطة تدليني على المسقط. أرجع مرتلخ على اللاين، وهالمرة هاي الحافة، هاي النقطة هم ننزلها كمسقط، ننزلها بشكل عمودي كمسقط. شو بقى عندي؟ بقى عندي نهاية الشكل، احنا نسميها مسقط ليش؟ لان هي هاي تسقيط لكل خطوط الامامي الى الافقي. احنا دا ننزل هذه الخطوط، هذه الخطوط سهل لي شغلي وتخليني اعرف انه انا دا ارسم صح لو دا ارسم خطا. اجي هسه ابدي ارسم، ارجع على خطي الاعتيادي. شلون ارجع على خطي الاعتيادي؟ اروح لهنا، اروح باي لاير، ارجع للخط الاعتيادي، اروح لهنا للالوان، اختار باي لاير، ارجع للون الخط الاعتيادي اللي ارسم به. هسه هذا الشكل، هذا المستطيل ويا هذا منحني لتشوفوا، بس احنا بالافق نشوفه عدل، من دابا ولا من فوق اشوفه كقطعه عدله، وهذا الجزء لهنا اللي هناك. مبدئيا نقطه بدايتي هي هذه النقطه، اروح لللاين، ابدي من هاي النقطه وامشي الى حد هاي النقطه اللي هي شقد قياسها 90. اذا كتبت 90 صح، اذا انت وصلت وطلع لك هذا الاكس نقطة التقاطع ويا التسقيط اللي نزلته هم يصير تنقر نقرة واحدة. نجي هسه بهالاتجاه، ايش قد عرض الشكل؟ كعرض اللي هو هذا القياس، هذا من هنا لهنا ايش قد؟ 60. اذا اوجه الماوس الى الاسفل واكتب 60 انتر.
أرجع هالمرة بهالاتجاه، ما يحتاج حتى أقيسه بعد، لأن أنا أنزل لوين يوصل وينتهي إلى حد الخط الأحمر، وأرجع أقفل الشكل هنا. إيش صار عندي هسه؟ صار عندي هذا الشكل المتكامل. شو بقى عندي؟ عندي هذا الخط. شوفوا هاي الخطوط النازلة، معناه أكو رسم هنا لازم يرسم. تفيدني ليش قلت تفيدني هاي المساقط؟ تفيدني معناه ما دام أكو خطوط يعني أكو رسم. هذا شيء يمثل هذا الخط المنقط هنا اللي هو جاي من هاي النقطة، يمثل هذا الخط من هذا هسه اللي مأشر عليه بالشكل المجسم. إذا أروح لللاين وأرسم خط يبدي منه وينتهي هنا. بعد من الجهة الثانية منها، من الجهة الثانية جزء ما يبين بس هو موجود بالعمق مالته اللي هو هاي النقطة، منها همينة من هذا الخط إلى هذا الخط. نروح لللاين ونرسم خط منها إلى هنا. بقى عندي خطين داخلية، هاي الخطين الصغيرة الداخلية هاي شو تمثل؟ هذه تمثل وجود الدائرة ووجود منو بعد؟ وجود الحفرة. يعني أنا ما أشوفها لما واوع من فوق من توب فيو، أنا ما دا أشوفها بالحقيقة، لكن بما أنه هي موجودة فلازم أرسمها، بس ما أرسمها خط اعتيادي، أرسمها خط مخفي. الخط المخفي هو اللي نسميه hidden line. إذن أنا أحتاج نوع خط اسمه hidden line. أروح على أنواع الخط، أنا ما منزله hidden line. إذن أرجع أدور للأذر لود، أدور على شيء اسمه hidden line. hidden line حرف ال H يبدي hidden line. شوف hidden كذا أشكال من ال hidden، أختار أصغر واحد بما أنه رسمي صغير، فأختار أصغر نوعية، أختار هذا وأقول له أوكي، تحمل عندي أوكي. هسه أريد أرسم، فلازم شو أسوي؟ أروح على الهيدن وأجي أختار اللاين، أرسم خط منه إلى هنا، وأرسم خط ثاني هم هيدن منه إلى هنا. الرسم اكتمل. أباوع هنا سنتر لاين، هذا حتى أبين أنه هذا الهيدن لاين مقصود به أنه أكو حفرة دائرية بهذا الشكل، فأرسم السنتر لاين. هم أنزله، أجي على أختار السنتر وأروح على اللاين وأرسم من المنتصف لهنا خط سنتر لاين. صار عندي شكل إنه مرسوم من الأعلى، دا أشوف هذا القطعة ودا أشوف هاي القطعة، وهذا المنحني مال قوس هذا بين منا لهنا. هذا الهيدن لاين يمثل شنو بالنسبة لي؟ يمثل وجود الحفرة الدائرية موجودة هنا لتبين، وهذا السنتر لاين يبين لي إنه حفرتي دائرة أو غير دائرة. فسنتر لاين من أشوفه يعني أكو حفرة دائرية. اكتمل الشكل عندي هنا، الشكل اللي نسميه شنو؟ الشكل التوب فيو، المسقط الأفقي، المشاهدة اللي أشوفها من الأعلى. زين هسه أريد أرسم الجانبي، هذا الجانبي، الجانبي شنو الجزء اللي دا أشوفه؟ هذا المستطيل هذا هنا، إذا أشوف هذا الجزء همينه دا أشوفه هالشكل، بس أشوفه عدل ما أشوفه منحني. قلت لكم بالمساقط لا أكو ميلان ولا أكو انحناءات، كل نشوفه عدل. فدا أشوف هذه القطعة ودا أشوف هذه القطعة فقط منا إلى هنا فقط. أما العمق فأيضا همينه يبين هيدن لاين. زين أنزل مساقط أقدر أسهل شغل علي؟ أقدر. أروح على النوع هذا هالمساقط النقط وأجي أبدي باللاين من أعلى هذا الخط لهنا. ليش؟ احنا قلنا الجانبي
خلي نختار لون أحمر حتى يتميز إنه مثل ما قلنا هذا مجرد خط وهمي، خط مو حقيقي. أرجع مرة كله أختار اللون الأحمر حتى أكمل المساقط. بعد شو عندي؟ عندي حافة الدائرة، حافة الدائرة أيضا أرسمها. أرجع مرت اللوك لللاين، هذا منطقة السنتر، همينة أرجع أكتب يعني أرسمها. أروح لللاين مرة أخرى وأرسم هاي الحافة الأخرى عدل. طلاب، واحدة من الأشياء اللي معلومات تفيدكم هو إنه أنا شلون أرجع لآخر أمر؟ ما يحتاج كل شوية أروح لللاين، أدوس إنتر مرة ثانية يرجعني لآخر أمر كنت بيه. أنا كنت بيه أمر اللاين فيرجعني. إنتر قطعته، هسه يا حافة عندي حافة هذه، أرجع إنتر ثاني يرجعني إما لللاين. خليني أرسم هذا، والنهاية هي أصلا مرسومة موجودة، هاي خط النهاية. زين، التسقيط المن بعد عندي تسقيط منا إلى هنا، هذه أول نقطة اللي هي تمثل هذا الخط. هذا نجي النقطة هذه، هم أروح لللاين، أبدي منا أنزل، أحاول أشوف شنو، أشوف الخط ويكبر حتى يكون شغلي مضبوط هنا. هذا ويا هذا الخط اللي ما اللي بزاوية شقد قلنا، أجي أنزل ما تلف أصغر إلى هنا، ست إنتر أي إنتر، لا ما راح يجي هسه، خلي نقطة، ست إنتر أي إنتر، عمودي يرجع، أرجع مرة اللوك لاين منا أصعد لهنا، إنتر. بعد إيش عندي؟ أكو شيء بهذا الاتجاه أنزله أسقطه؟ ما عندي شيء، باعون هاي الحافة الأولى والحافة الثانية. اي شيء بالمنتصف ماكو يصعد منه ويروح للجانبي، اذا بس بدايه الشكل ونهايه الشكل. ايش لاحظنا هنا؟ لو شوي نكبر بعد حتى تشوفوا اوضح. ايش لاحظنا؟ العرض مال شكل الجانبي، المسقط الجانبي يساوي العرض مال الافقي، والارتفاع الجانبي هو يساوي ارتفاع الامامي. نبدي نرسم، ارجع المن لازم ارجع باي لاير، ما انسى ارجع كله باي لاير والخط باي لاير حتى ارجع ارسم باللون الاسود. اروح على اللاين، ابدي من هذه النقطه، هاي نقطه بدايتي، اصعد ايش قد؟ اصعد لهنا. شوف بعد ما يحتاج اقيس، هو 20 بس انا عندي نقطه فما يحتاج اقيسها، واجي لهنا وارجع لهنا. تشوفون الجانبي كأنما هذا الجزء اللي هو هذا رسمناه. بعد التكملة أرجع لللاين، حتى قياس بعد ما أحتاج. ليش؟ لأن أنا حددتها بالمساقط القياسات. ليش اسمها مساقط؟ سهل علي الشغل، رسمت هالساعة. إذن أنا هذا الجزء اللي أشوفه موجود وهذا الجزء اللي أشوفه موجود، رسمته. هم بقت عندي، بقت عندي هنا منقط وهنا منقط وهنا وهنا. هذا الشيء يمثل، يمثل انه الحفره الخاصه بالمستطيل، الحفره اللي هي على نهايه الجسم هي محفور، صح هي بالنظر انا ما اشوفها لكنها موجوده، فحتى ارسمها وابينها لازم ارسمها هيدن لاين. فش اسوي؟ اروح اغير نوع الخط، اسويه هيدن لاين اللي احنا منزليه اصلا تعريف الهيدن لاين. ارسم لاين، اروح لللاين وأرسم منا إلى هنا، أرجع أرسم لاين آخر، لأن إحنا نقدر نعيد مرة اللوخ ونرسم منا إلى هنا، ولاين آخر منين يبدي؟ يبدي منا إلى هنا. هذه الحفرة الهيدن لاين الجوة يبين الحفرة المستطيلة، الهيدن لاين الفوق يبين انه اكو دائره محفوره الشكل على دائره الى النهايه، بينت همين بهذا وبهذا.
زين، هذا الخط شنو؟ سنتر لاين. اروح على خط السنتر لاين، اختار السنتر وارسم خط يبدي منه الى هنا، اكتمل عندي الشكل. هنا الفرونت فيو، هنا التوب فيو، وهنا السايد فيو. اكتملت المساقط الثلاثة. تجي تخلي أبعاد، ممكن تخلي أبعاد. تريد تخلي المن، نروح على الدايمنشن، انتر، خلي هذا. شوف هنا ايش صار، ما مغيرين نوع الخط. نرجع نسوي اندو. لما نخطأ شو نسوي؟ نروح على الاندو. هنا انا ما غيرت نوع الخط، هنا لازم يرجع باي لاير، خطوطنا لازم ترجع باي لاير. شنو عندي قياس؟ هنا اللي لازم ابينه هذا القياس، هاي مال دايمنشن هي موجوده هنا يمي. اروح على هذا وادوس انتر حتى اختارها مباشره. الخط الاريض قياسه هذا ايش قد؟ مسافه 10 انتر. ايش قد قياسه؟ 90. ايش عندي بعد؟ اروح هنا المن انتر، اريد هذا اعرف قياسه ايش قد. قياسات ما اكررها، اكتبها مره واحده، يعني هنا 20 بعدين احتاج اكتب هنا 20، هنا 90 ما احتاج اكتب هنا 90. زين، بقيه القياسات عندي مثلا دائره، قياس الدائره هذه اقدر اسويها قطر. ها فراح شويه اكبره، باي 20، او اعدله ما اريده بهالاتجاه، ارسمه مره كله. هذا قطره، خليها طلع لي برا مثلا، ماكو مشكله، باي 20. زين، اريد اخذ الدايمنشن مال قوس اللي هو نصف القطر، اروح على هذا الراديوس، اختار المن لهذا القوس، ايش قد؟ 20. لكن قطره 20، هذا القوس نصف قطره 20. ايش عندي بعد قياسات لازم اقيسها؟ عندي عرض الشكل اللي هو 60، هو هذا. هم اروح على الالان انت اختار هذا على مسافه 10 انت قسمت الدايمنشن مالته. شبك هذه بما انه هي مكانها بس هنا، فممكن اسويها من الداخل. يفضل الابعاد ما نخليها بالداخل، لكن اذا اضطرينا فماكو مشكله. هذه مسافة 10 انت، ارتفاعه العفو عرض مالته ايضا، همين اروح لهذا النوع من انت. طبعا هو الاختيار الاول او الثاني عادي يصير، لان يعني الخطوط عدلة. بعد ايش بقى عندي؟ بقى عندي شيء مهم اللي هو الارتفاع من اسفل الشكل الى من اسفل الشكل الى حد السنتر، ايش قد هو؟ 56. فاجي اروح همينه على هذا، راح يمثل منه الى حد السنتر مسافه ايش قد. طبعا شوف ما التقطناها عدل شويه، دائما حتى تشتغل تعلمه انه تقرب الرسم حتى تلتقط النقطه الصحيحه. هسه نجي على الألان، بما أنه هذا الخط صاير أجزاء فيفضل شو تسوي؟ تبدون منا 20 وإلى هنا، طلعت ايش قد؟ 56، مسافة 10، صارت كل الأبعاد موجودة عندي، الرسم الشكل، زد إنتر، أي إنتر أرجعه، شكل مجسم، مساقط مالته موجودة. طريقة رسمها بسيطة، بس لازم انت تتخيل وتتصور شنو اللي راح تشوفه بكل جهة. تكتب الاسماء، ممكن انه هنا تكتب التوب الفرونت فيو، هنا تكتب التوب فيو، وهنا السايد فيو، تكتبها بهذا، او تكتب المسقط الامامي، المسقط الافقي، والمسقط الجانبي، اي كلمة من هاي مو مشكلة.
حتى أبين لك مكانها، راح أسوي لها كوبي. سويت كوبي المن للاسم هذا فرونت فيو، انت خلصت جوا توب فيو. اروح كوبي المن الكلمة توب فيو، انت بعدين اخذها بهالاتجاه واخليها هنا، هذا التوب فيو. بعدين السايد فيو، كوبي سايد فيو، انتر اختاريته، بعدين اجي اخليه. صارت عندي كل واحد ومكانه. ضروري جدا تندل مكان المصفر، اذا كان امامي وين يتخلى، واذا كان جانبي وين يتخلى، واذا كان الافقي وين يتخلى. اضافه الى تعرف قواعد العامه في رسم المساقط، وهي انه انت شنو اللي تشوفه بهذا الوجه راح تخليه امامك وترسمه، شنو اللي ما تشوفه هم تخليه بس تخليه بخط هيدن لاين، خط مخفي، يعني هو موجود في هذا الاتجاه لكن انا يعني ما دا اشوفه فاسويه بخط الهيدن. اذا اكو دائره لازم احط لها سنتر لاين. من اجي اخلي الابعاد ما انسى انه الابعاد ما تتكرر، إذا خليتها بوحدة من المساقط ما خليها بالثانية. البعد الصغير يلا البعد الكبير نخليه، ما أخلي داخل الشكل أبعاد إلا إذا اضطريت، إلا إذا اضطريت وخليتها بداخل الشكل. هذه أهم قواعد وضع ورسم المساقط الثلاثة للشكل المجسم، أتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم. شكرا جزيلا لحسن إصغائكم.